السادسة من يو تي في، أهلا بكم. حتى اللحظة لم يجر الإطار التنسيقي خطوة واحدة نحو تشكيل الحكومة، فخروج الكتلة الصدرية من المعادلة عقد حساباتها أكثر، فيما تشير التسريبات إلى أن الاختلاف بدا واضحا خلال اجتماع الإطار الأخير، إذ لم ينتج سوى تشكيل لجان تفاوضية لعقد مزيد من الاجتماعات. إطار واحد لصور مختلفة وأخرى مترددة، وجميعها في حيرة واحدة. فبعد أن كانت مواقف كتل الإطار التنسيقي وأحزابه مجتمعة كأنها تخرج من كبد قوس واحد، باتت بعد انسحاب الصدر ونوابه شتى. هي جلسة وداعية بعد. فالإطار الساعي ما وسعته الحيلة لتشكيل الحكومة بغياب الصدر، تنظر أطرافه إلى الفكرة بدرجات متفاوتة من التأييد. أتقدم فيقدم الصدر بدوره على ما يضمره لهم، أم تتريث مخافة الوقوع في مأزق آخر؟ وهب أن الإطار أجمع رأيه وعزم أمره واتجه نحو تشكيل الحكومة منفردا، كيف سيجتاز الطريق نحو مسعاه بكل ما نصبه بنفسه للصدر من فخاخ على ذلك الطريق؟ فحلفاء الصدر كثر وما يزالون في العملية السياسية، إنقاذ الوطن بنوابه 98 ونواب القوى المدنية امتداد والجيل الجديد الرافضون لما آلت إليه الأزمة، 18 نائبا مع المستقلين من النواب المؤيدين لموقف التيار وزعيمه بمقاعدهم 11، كثيرة هي الأيدي التي تقلب الطاولة، فيما لا يتجاوز جمع الإطار 130 صوتا. الموافقة حاصلة بالأرقام، إذن بات معلوما للخبير وغيره لما يحجم الإطار عن فتح الانسداد، فهو ما يزال لا يملك مفاتحه. وبات معلوما أيضا لما تروم أطراف إطارية التسلل لواذا إلى الحنانة لإقناع الصدر بالعدول عن عزلته، ولما يرفض استقبالهم. وفي وقت تشاع فيه أنباء عن تداول أسماء لترأس حكومة مقبلة، تنتشر كالنار في الهشيم أنباء أخرى عن تصدع الموقف الإطاري، كأنما كانت تلك غاية الانسحاب الصدري. فبحسب المصادر فإن التخبط والاختلاف ظهر جليا خلال اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، إذ لم ينتج عنه سوى تشكيل لجان تفاوضية لعقد مزيد من الاجتماعات. وهم إذ يجتمعون فإن الصدر خارج اللعبة يتفرج، ولا انفراجة للأزمة بعد. وضع جديد جدير بالكتل السياسية خلاله إعادة حساباتها وترتيب أوراقها، فلكل مقام مقال، وقصار القول في التوافقية وخرائطها السياسية أن المجرب لا يجرب. أما خارطة التحالفات والتخالفات بعد الاستقالة الصدرية المدوية فذلك أمر مودع في رحم الغيب. حتى لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور. في السياق، قال مسؤول الملف العراقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات السطوني أن جمهور التيار الصدري سيسقط أي حكومة من دون موافقة الصدر ولو كانت في بروج مشيدة. وأضاف كرم في تغريدة أن الإطار التنسيقي إذا أراد تشكيل حكومة فعلية أن يحصل على موافقة التيار الصدري، متسائلا هل سيوافق الصدر بعد أن خذله أبناء طائفته؟ وفي إطار تبادل الرسائل السياسية، قال عضو الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني بن كينري كاني في حديث لبرنامج مع مولا طلال أن أي جهة خارجية بما فيها إيران لا تستطيع إجبار البارتي على التحالف مع الإطار، مؤكدا أن الأعمال العدائية ضد الإقليم كانت في إطار التحذير من التحالف مع الصدر. أعتقد إيران أولا بهذا المفهوم والمعاقبة ما مسموح لنا، احنا ما نشتغل يم ايران. شنو تعاقبنا؟ موظفين يم ايران؟ مو موظفين يم ايران. احنا موجودين بالساحه العراقيه واحنا اسياد في ارضنا، زين، واللي يريدنا يجي يتفاهم ويانا لا نشكل تهديد على احد ولا احد يشكل تهديد علينا. الدرونات ما دزوها على تصريحات ولا على مواقف. لا عاد على شنو دزوها؟ الدرونات دزوها، انت تعرف كل زين على شنو دزوها. الدرونات طبعا كل المبررات الاعلاميه اللي ساقوها على الدرونات هم يعرفون انه هو مو صحيح. مو صحيح. هم يعرفون، مو ما اريد اقول انت تعرف او الجمهور يعرف، هو مو صحيحه، لكن هو ضمن التحشيد الاعلامي والتحريض ضد الحزب الديمقراطي لانه راح يتحالف
في التحالف الثلاثي وما كان يبدو عندهم وجهة نظر هذا الموضوع. وللبرنامج نفسه قال ريكان إن الإطار التنسيقي لن ينجح في تشكيل الحكومة ما لم يكن الصدر راضيا عنها حتى ولو كان خارج البرلمان. منحذر منها ونقول أنه يجب أن الحكومة ما تستفز السيد الصدر لا بشخصها ولا ببرنامجها، ولازم تكون حتى لو السيد الصدر خرج خارج العملية السياسية لكن هو يمثل قوة جماهيرية كبيرة، لازم التواصل مع السيد الصدر يستمر، والحكومة لازم تركز على ملفات الخدمات وتنجح بها. حتى في 2019 السيد الصدر ما بادر وخرج مظاهرات، مو هو اللي خرج مظاهرات، بس من خرجت المظاهرات شارك بها، شارك بهم طه الزخر. فأنا أتوقع هالمرة هم نفس الشيء، أنا هذا توقعي الشخصي مو توقع البارتي، أنه إذا صارت مظاهرات ربما يشارك بها، بس أنا ما أتوقع أنه السيد الصدر يطلع أو يدعو إلى تظاهرات. وبعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو بخصوص حادثة المطار، هاجمت قوى سياسية وفصائل جهاز المخابرات العراقي متهمة إياه بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مصادر أمنية أكدت أن مهاجمة أحد أهم أجهزة الدولة الأمنية تقبع خلفه أسباب غير معلنة. المزيد تتابعونه في سياق هذا التقرير. جهاز المخابرات العراقي في مرمى نيران الفصائل، حملة ممنهجة تطال تشكيلته مع ضباط ومنتسبين ومسؤولين في أجهزة الدولة، نشرت أسماؤهم في إطار التحريض بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة. عقدة المشهد الأمني المربكي مثلتها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو الذي كشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال سليماني في مطار بغداد، تفاصيل وإن لم تشر إلى أي طرف عراقي مشترك في العملية، فإن بعض الفصائل والقوى السياسية ربطتها بجهاز المخابرات العراقي وبعض المسؤولين وعلى رأسهم الكاظمي. هذه العقدة المعلنة أما ما يجري في الكواليس فتلك قصة أخرى وتكرار لما يحدث في كل تصادم مع أجهزة الدولة الأمنية بحسب مصادر متقاطعة. يكشف مصدر أمني أن جهاز المخابرات بدأ حملة تدقيق على جوازات سفر معينة بمعلومات مسبقة واكتشف عشرات منها وأسقطها في حواسيب المعابر الحدودية، أغلبها يعود إلى أفراد ينتمون إلى فصائل تنشط على الحدود، فيما تورد مصادر أخرى أن عمليات اعتقال جرت مؤخرا تسببت في موجة من السخط على الجهاز الأمني الذي ينشط داخل البلاد وخارجها. الرد الرسمي على استهداف المخابرات جاء عبر بيان خلية الإعلام الأمني الذي أعلن رفضه لحملة التشويه الممنهجة، مؤكدا أنها امتداد لحملات سابقة طالما أعيد إنتاجها في محاولة لخلط الأوراق بالاعتماد على معلومات مضللة. رافقت هذا البيان حملة مساندة طالب خلالها ناشطون ومدونون على مواقع التواصل بإغلاق المنصات الإعلامية التي تحرض على العنف والقتل وتستهدف أجهزة الدولة. مشاهدينا، للمزيد حول الملف السياسي ينضم إلينا الآن رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي. أهلا ومرحبا بك دكتور مناف. الإطار لن ينجح بتشكيل حكومة بغياب الصدر أو حتى بمباركته، هكذا قالوا قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا في قوى أخرى. السؤال هنا، على ماذا يراهن الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة؟ ستايا، في البداية نحييك وأحيي جميع متابعي ومشاهدي قناة اليو تي في. يعني الإطار دائما يعمل على خلق بروباغندا، يعني ليس أكثر. بالنتيجة اليوم داخل الإطار يوجد هنالك انشقاق، يعني هنالك طرفان يختلفان في الرؤية، يختلفان حتى في الاستراتيجية في كيفية التعامل مع الحكومة القادمة. يعني طرف يرى إعادة التيار الصدري ضرورة مهمة لتشكيل الحكومة، وإلا بخلافه فحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، والطرف الآخر لا يرى المضي في عملية تشكيل الحكومة. أعتقد
يعني أن هنالك اليوم الكثير من الموانع والحواجز التي تقف دون تشكيل حكومة. المانع الأول هو هل يقدر التيار اليوم أن يجمع الثلثين لاختيار رئيس الجمهورية؟ وأعتقد هذا صعب في ظل وجود عدم توافق، هذا أولا. ثانيا، اليوم الإطار بدأ يتحدث عن إجراء حوارات مع شركاء التيار الصدري، الشركاء الذي كان يوم أمس يتهمهم بأنهم ينفذون أجندة خارجية، ويتهمهم بالعمالة، ويتهمهم بأنهم يعملون على التطبيع، ويتهمهم بأنهم توجد في مناطقهم أجهزة استخباراتية تابعة للموساد الإسرائيلي. ولحد هذه اللحظة لم يتغير الخطاب، يعني بعض من قيادات الإطار تحدث قال سوف نأتي بهم نجيبهم سوق بهذا الكلمة العراقية، يعني بهذا الكلمة العامية. وبالتالي يعني الذي يعني يفكر بهذه الطريقة من الصعب اليوم أن يعمل على جذب الشركاء الذين ما زالوا لحد هذه اللحظة يعانون من الاتفاقات السابقة التي كانت دائما ما تحدث قبل تشكيل الحكومة وبعد تشكيل الحكومة، يعني تنسف هذه الاتفاق أو لا تنفذ الاتفاقات كما تم الاتفاق عليها في السابق. وبالتالي اليوم أقول أن عملية جذب الشركاء اليوم صعبة، فكيف إذا نتحدث عن جمع الثلثين أو نتحدث عن عملية تشكيل الحكومة؟ نعم، أريد أن أسألك عن هذه النقطة بالتحديد دكتور. إذا سمحتي لي. نعم تفضل. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة، شوف في كل الدورات السابقة يعني قبل تشكيل الحكومة كانت المرجعية تخرج بنصائح تحدد مثلا شكل مواصفات رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة القادم. لحد هذه اللحظة المرجعية لم تتحدث في إشارة واضحة أعتقد إلى أن إمكانية تشكيل الحكومة في ظل هذه الرؤية، في ظل هذه الأجواء، قد تكون صعبة إذا لم نقل عليها مستحيلة. نعم، طيب بالنسبة لشركاء التيار الصدري في الثلاثي، لدينا الحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا تحالف السيادة. دكتور مناف، ما صحة الفرضية التي تتحدث عن أن ممكن أن يكون هذين الطرفين ربما ثلثا معطل في جلسة البرلمان عندما يتقدم الإطار بتشكيل الحكومة؟ هل ينجحان في ذلك برأيك؟ يعني هو وعدم يعني عدم مقدرة الإطار على جذبهم أو على التحالف معهم سوف يفشل أي حكومة قادمة، يعني لن تكون هنالك حكومة، لأن حتى لا يحتاج إلى أن يكون هنالك ثلث معطل، لأن بالنتيجة نصاب الثلثين لن يكون مكتملا. هذا من جهة. ثانيا، أنا أقول اليوم الإطار يعني ماذا سوف يقول لشركاء الذين شكلوا معه الثلث المعطل، الاتحاد الوطني الكردستاني وعزم، بالنتيجة هل سيتخلى عنهم مقابل يعني إعادة تحالف جديد مع الديمقراطي ومع السيادة؟ ماذا يعني آلية اختيار رئيس الجمهورية المختلف عليها كرديا ما بين الحزبين لحد هذه اللحظة كيف يتم معالجتها؟ وبالتالي أعتقد اليوم أن الأمور أعقد أصبحت مما كانت عليه في الماضي. في الماضي كان واضح أن هنالك ثلث معطل وأن هنالك تحالف كبير استطاع في هذه الجلسات أن يصل إلى 202 مقعد، كان يحتاج إلى 18 مقعد. اليوم العملية كأنما عادت من يعني عادت بالطريقة الصفرية، يعني من الصفر. وبالتالي كيفية التعامل معها، كم نحتاج من الوقت حتى تتم الحوارات وحتى تكتمل هذه الحوارات مع وجود أجواء ومحفزات اليوم لعودة الجمهور إلى الشارع؟ أقول اليوم وأنا قلت ربما حتى قبل أن ينسحب التيار الصدري قلت أن هنالك عوامل محفزة لعودة الشارع أو لعودة الجماهير إلى الشارع من جديد، وعودتهم هذه المرة أعتقد سوف تحسم الأمر وتحدد شكل وهوية المشهد السياسي القادم. نعم، رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية دكتور مناف الموسوي كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك.
أكد مجلس القضاء الأعلى أنه من المدافعين عن حرية الرأي وسلامة الصحفيين بشرط عدم الإساءة والتشهير. ممثل المجلس القاضي حاتم جبار قال في المؤتمر الإقليمي للقضاة العاملين على قضايا حرية التعبير عن الرأي في الرباط أن المجلس يقدم المتطلبات القانونية الضامنة لحرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين والمتضمنة تأكيد مراعاة أحكام المادة 38 من الدستور والخاصة بحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام، فضلا عن ضرورة التعامل بدقة مع الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين. سجلت مستشفيات السليمانية دخول 635 حالة إصابة بالإسهال والقيء خلال 24 ساعة، فيما أكدت أربيل إصابة 4 مواطنين بالكوليرا. مدير الصحة العامة في السليمانية صباح رامي قال أن جميع المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم. من جانبه ذكر محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي أن هناك 5 حالات مشكوك بإصابتها في مستشفيات المدينة، لافتا إلى اتخاذ وزارة الصحة في إقليم كردستان إجراءات صارمة مع وزارات الزراعة والبلديات والداخلية والمحافظات والإدارات المستقلة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. ارتفاع أسعار الأعلاف بفعل التصحر والجفاف يدفع مربي المواشي إلى بيع أعداد كبيرة من قطعانهم وشراء أعلاف بأثمانها لإطعام ما تبقى منها وسط إنتاج مهندسين بديلا لهذه التغذية. التفاصيل مع مراسلنا محمد سالم. كغيره من مربي المواشي لم يعد حميد قادرا على إطعام ماشيته بعدما وصل سعر الطن الواحد من العلف إلى 900 ألف دينار، أي ما يعادل سعر 9 أغنام، ما دفع غالبية المربين إلى بيع أعداد كبيرة من ماشيتهم وشراء أعلاف بأثمانها لإطعام ما تبقى منها. الغنم رخيص ينوبه والعلف بالنار، هذا سعر هذا العلف، إيه هذا سعر المخال 850 والشعير 900، زين وين اي تنباع 100,000، زين هذا شلون تلحق؟ والقاع محل، قاع مثل الصبو هذه، زين هذا شلون عايش؟ هذا حلال؟ راح يفطس حلال، راح يموت. لم تبقي أزمة الجفاف والتصحر أي مصدر طعام للماشية غير الأعلاف الباهظة الثمن، مسببة انخفاضا بأعداد الماشية إلى مستويات مخيفة، ما دفع مهندسين زراعيين إلى إنتاج عليقة علفية بأسعار منخفضة وبقيمة غذائية توازي الأعلاف الأخرى. نعمل على عرض وتكوين عليقة علفية رخيصة الثمن وذات قيمة غذائية عالية توجد فيها الأعلاف ذات البروتين العالي، إضافة إلى الإضافات الطبيعية الموجودة في بقية الأعلاف الأخرى من أجل توفيرها للأسواق بقدر 650 ألف دينار. لا يقل عجز الحكومة أمام الأزمة عن عجز مربي المواشي، فغياب الدعم الحكومي دفع كثير منهم إلى بيع ماشيتهم والبدء برحلة نزوح جديدة أسبابها اقتصادية هذه المرة. التصحر كلمة تختزل معظم المشهد ويكمل غياب الدعم الحكومي ما تبقى منه تهديد للثروة الحيوانية البالغ عددها بحسب إحصائيات حكومية نحو 13 مليون رأس، بفارق مليون رأس تقريبا عما كانت عليه قبل 14 عاما. من الموصل محمد سالم، UTV. ختام السادسة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.